أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي أثناء الاستجابة لنداء من ناقلة ترفع علم جزر مارشال في جنوب البحر الأحمر. وأضافت القيادة المركزية أن المدمرة مايسون التابعة للبحرية الأمريكية أسقطت المسيرة بعد أن هاجمت القوات السفينة التجارية أردمر إنكاونتر بزوارق. وقالت القيادة المركزية إنه لم تصلها تقارير عن تعرض السفينة أو طاقمها لإصابات أو لأضرار.